خويا القصه ديالي تعرفت على واحد البنت تعرفت على واحد البنت في تقريبا 2012 2013. عادي كانت غولاسيون عاديه في الاول, من بعد عام ديال التعارف وداكشي, من بعد عام ديال التعارف صافي ولينا بجوج, دارهم عارفين دارنا عارفين, دوزنا تقريبا 5 سنين كنا بخير, حتى شي حاجه ما كانت ماشي هذيك, كنا غادي مزيان. من بعد جات واحد الوقيته اللي طرا واحد المشكل اللي انا ما عارفوش, ما كانت عندي اللي حتى شي فكره اللي مهم. من بعد عرفتو في الاول ما كنتش عارف والو. البنت جات قالت لك والد الدار ما بقاوش نبقاو بجوج, ما بغاوناش نكملوا داكشي. دويت مع دارهم قالوا لي احنا ما قلنا والو. من بعد دازت تقريبا شي 6 سنوات, من بعد ما تفارقنا. كنتي في الاول عايش معاهم؟ كنت كندخل للدار عادي, كنعرف والديها, كيعرفوني خوتها, كلشي كنعرفهم كاملين. صافي من بعد واحد النهار جات عندي الاخت ديالها عادي, سولت فيا عادي. من بعد كتوريني دي فيديو ديال واحد الدري صغير تكون في العمر ديالو 5 سنوات بحال هكاك. انا ما بديتش ما جبتش في الاول, ولكن من بعد بديت كنفكر وبديت كنفهم علاش ديك البنت ما قدراتش تكمل, وعلاش قالت لي الوالدين ديالها قالوا لها وقالوا لها وقالوا لها, حيت يمكن النيفو ديالهم شويه مزيان, عايشين مزيان, ما خاصهمش حتى شي حاجه. عائله ثريه. وانا ذري عادي, ولد الشعب, ما محتاجش داكشي اللي عندهم هما. انا كنت باغي ديك البنت, ودابا ملي عرفت بلي داك الدري هما كيقولوا بلي داك الولد مربينو ماشي ولدهم, ما كيجيهم والو, وانا باغي نثبت شكون داك الدري, بغيت نعرف شكون هو, بغيت نعرفو واش ولدي ولا شكون, حيت الدري فاشو انا ولدي هذاك. شوف انا كنت حاسس بشي حاجه من الاول, شي حاجه كتبقى ترجعني لديك العائله, فهمتي, كتبقى تفكرني ديما وكتخليني الا كان مهم هادشي باش كنحس انا عارف مورا شي حاجه, وباش عرفت بلي ولدي الهضره. جاو عندي ناس وقالوا لي والد اش كاين, وانا فاش كنحاول نفهم كلشي كيسد عليا, فهمتي, هما كيسدوا كاع البيبان, ما كيخليو لك منين دوز ما كيبانوش. صافي وانا بغيت نعرف اشنو كاين, حيت من حقي الا كان هذاك ولدي من حقي نعرفو, ومن حقه يعرف بوه. صافي هادشي اللي كاين, هادشي اللي بغيت, ما بغيت منهم حتى شي حاجه, لا فلوسهم لا شكون اش كيكون ولا ديك كنيتهم ولا داكشي كامل, ما عندي ما ندير بداكشي, بغيت نعرف ولدي. هادشي اللي كاين. فين مشات دابا هذيك الدريه؟ فين ما عرفتي على حتى شي حاجه؟ هذيك البنت كاينه في المغرب, كانت مشات لطاليان مورا ما تفرقنا, مشات بعام, هادشي اللي خلاني نزيد نتاكد, مشات بعام مورا ما تفرقنانيش, مشات لطاليان, دابا كاينه في المغرب, ولكن باش نتلاقى معاها وداكشي ما كاينش كيفاش, وما بغيتش ندير شي حاجه حيت ما بغيتش ندير شي حاجه حيت ما تعرف هما يقدروا يديروا اي لعبه على السمعه ديالهم, فهمتيني, باش كيخافوا على راسهم بزاف من الهضره ديال الناس. واش انا فاهم هادشي, ولكن بغيت انا نطالب ولدي بالقانون, ما بغيت شي حاجه اخرى, هما داكشي ديالهم يخليوه عندهم, انا بغيت الحقيقه, بغيت ولدي. صافي بغيت نثبت بلي هذاك واش ولدي ولا لا, باش انا نرتاح, حيت خويا انا في العمر ديالي 25 عام ياك, باقي قدامي الطريق, باقي قدامي بزاف الحوايج غنديرهم, ولكن بغيت غير نعرف باش ما يبقاش ديما هذاك السؤال كيدور ليا في راسي, حيت انا ديك البنت راه كنا بحال مزوجين, فهمتي, كانت علاقه زوينه غادي مزيان, ولكن داكشي اللي طرا ما فهمتش والو, ما كانش اصلا شي سبب اللي غيخلينا نساليو بحال هكاك, فهمتي, الا ما كانش داك البلان, حيت الا بحال هذوك ما غيبغيوكش تدخل وسطهم وانت براني عليهم, وانت واحد الدري عايش عادي ما فهمتيني, والدك على حق الحال وهادي, وانا كعارف كيفاش كيفكروهم. اللي بغيت نقول لهم هو انا راه ما محتاجش داكشي ديالكم كامل, انا محتاج نعرف ولدي. صافي هادشي اللي بغيت. والاسره ديالك فراسها ولا ما فراس حتى شي واحد؟ ما فراس حتى شي واحد, مازال ما قلت حتى شي واحد, حيت الا قلتها لهذاك الا قلتها للدار والعائله عرفوا داكشي غنوليو في هضره اخرى, ما غنسكتوش لهم, فهمتي, دابا بغيت نفك المشكل بلاتي هي احسن قبل ما نوليو في شي حوايج اخرين, حيت الا جاو هما يديروا شي حاجه راه اش غنقول لك, ما غاديش نسكت, غندافع على راسي
وعندي كل شيء باقي عندي بلي بروف كل شيء. ما فرطت في حتى شي حاجه حيت كنت حاسس واحد النهار انا نحتاج لذاك الشيء كامل. انا الامنيه ديالي نشوفوا لي بغيت نعرفه بغيت نتعرف عليه بغيت نعرف باه. هما كيقول لك اه حنا مربينه جايبينه من الخيريه فهمتي واش ولدك غترضى يقولوا عليه جايبينه من الخيريه ولا اي العائله ديالها واش ما كانت رافضه العلاقه ديالكم؟ ما كانتش رافضاها ما كانتش رافضاها كانوا شي حوايج اللي ماشي هما هذوك ولكن ما يمكنش ندخل فيهم فهمتي هذاك الشيء كيبقى بينها وبين عائلتها وبين والديها. ولكن المشكل باش حنا نتفارقوا ولا ما كانش حتى شي مشكل كان كلشي غادي مزيان. شحال دوزتي معاه تقريبا دابا؟ تقريبا خمسة ديال السنوات تقريبا باش تعرف شحال دوزت مع تقريبا خمسة ديال السنوات يعني خمسة سنوات في نفس الدار يعني واه كتعرف والديها كنعرف والديها كنعرفوا بعضياتنا كنعرف خوتها كلشي عادي كنت بحال ولدهم كيعاملوني مزيان كنتعامل معاهم مزيان ترونكيل. ولكن داكشي اللي جا مع الوقت يقدر ما غاديش يفكروا فيك كاع حيت كتولي منهم فهمتي غتفهم داكشي اللي داير كامل بيناتهم غادي هما ما غيبداوش هكا ما غيبغيوش يدخلوا واحد الدري عادي براني عليهم ما عارف عليهم حتى شي حاجه بيرسونيل زعما يدخلوا بيناتهم باش يعرف اش كاين فهمتي يمكن كيلعبوها بيناتهم يتبروا راسهم انا بغيت ولدي صافي انا ما دايرش هادشي هذا باش نخسر لهم السمعه ديالهم ولا باش نضرهم بشي حاجه ولا لا انا بغيت نعرف غير شنو كاين صافي. واش يعني ربما الحاله اللي شي معايا ديالك داكشي علاش ما قلتلكش؟ اه ممكن اغلبيه غيكون هادشي حيت هما من دوك الناس اللي كيفكروا ديما شي حوايج دنيويه فهمتي ما عندهاش قيمه ما فهمتيني كيفكروا معايا في الدنيا لي زافير غادي دير البس فوق كدا فهمتيني. انا داكشي كامل ما كيبانش ليا من ديك الوقت ما كانش كيبان ليا داكشي حيت انا عارف راسي في اي لحظه نقدر ندير داكشي فهمتيني. انا راجل ما خصنيش ما كنطمعش فهمتي ماشي الطمع اللي داني لديك البنت لا ديك البنت كنت باغيها فهمتيني حتى عرفتها مزيان وعرفتها كيفاش دايره وبغيت نبقى معاها وتا هي هكاك ودارت معايا شي حوايج الله يعمرها دار. ولكن قدر دارهم كانوا سبب في شي حاجه يمكن هاد داكشي اللي قالت. وفهاد المده كامل فاش غابت عليك يعني تواصلتي معاها؟ مره كنا كنتواصلوا مره منها مني انا عادي كندويو عادي ما نسيناش داكشي كامل كندويو مزيان صافي. ودابا شي تقريبا من شهر 8 ما دويناش كانت جاتنا واحد لابيل ديالها دويت معاها عادي كان واقع لها شي مشاكل وانا ما كتعرفني مزيان وكنعرفها مزيان عاودت ليا صافي. انا ديك الوقيته ما كنتش مسالي كان عندي مشاكل ديالي وهادي ما رديتش البال فهمتي. ولكن من بعد فاش دخلت الاخبار الوالد وهادي وديك الهضره ديال الخيريه ومربين وكذا ما قدرتش نصبر. ما عمرك يعني فكرت انك تزوج بها من قبل يعني قبل كاع ما يوقع هذا المشكل؟ خويا ما نكذبش عليك الزواج ما كاتب ولكن باش الاختيار ديالي انا ما كرهتش فهمتيني ما كرهتش حيت ديك البنت كنت باغيها ماشي لا ولكن راه مكتب الله كيتصرف. لا ماشي على داك الشيء اصلا الا تزوجت باغي نكذبها فهمتي الا تزوجت باغي نكذبها والا كانت هي باغاني راه غتبغيني كما انا فهمتي ما تحتاجش حتى يكون عندي ولا هادي نقدر نديرو داك الشيء انا وياها فهمتيني بشويه ايطاب باغ ايطاب. ولكن كما قلت لك مكتب الله كيتصرف الا كانت مازال مكتبه راه غتكون الا ما كانش راه ما عمرها غتكون.